حنا جايين هاد الحفل محتفلين به ومعه صحاب الطاقسيات وحنا فرحانين باش اللي قاموا به وهذا المجهود وبفضل سيدنا الله ينصرو وأسرة العلوية والله ينصر سيدنا والله يكمل على المغاربة جميعا والفرقة ديالنا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر هذا هو الشعار ديال الأغنية المعروفة ديال الصحراء المغربية وشكرا لكم. وراء جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده على المجهود الذي قام به ولا زال يقوم به في استكمال الوحدة الترابية للمملكة، وننوه كذلك بالمجهود بالاعتراف باعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بمغربية الصحراء، وهذه بادرة طيبة التي ستعزز موقفنا بين الدول وتجعل المغرب دائما في مرتبة عليا، وكذلك ننوه بالجنود جنود الخفاء الذين قاموا بمجهودات جبارة في تحرير القرقرات ومن المرتزقة ومن المرتزقة. أنا اللي قطعت المسافة بين الدار البيضاء إلى مدينة العيون مشيا على الأقدام بالهرولة 30 كيلومتر 70 كيلومتر 60 كيلومتر في اليوم 33 كيلومتر اللي درت من مدينة الدار البيضاء إلى مدينة العيون. كنشكروا صاحب الجلالة الملك محمد السادس وكنشكروا عمال اللي عطوني هذه الاستضافة واللي كانوا داروا معنا بزاف ديال التهنئات، وكنشكروا الشعب المغربي بالدعوه ديالو، والحمد لله دابا راه كنوجد القرقرات ان شاء الله باش نمشي على رجلي اللي كان مسافه ديال 2000 وشي حاجه ديال الكيلومترات. انا في السن ديالي 53 سنه ومازال تنعطي. كنقول للشباب المغربي باش يحاولوا يبعدوا على المخدرات ويبعدوا على بزاف ديال الحوايج لان ما خدامهاش. ودابا حنا جينا اليوم باش نحتفلوا مع جمعيه النصر وملاكي مختاري وملاكي الطاكسيات. بعد الأحداث التي وقعت بالمعبر الحدودي القرقارات وتدخل أفراد القوات المسلحة الملكية مشكورين وإعادة الأمور إلى نصابها واعتراف جل دول العالم بمغربية الصحراء مما نتج عنه فتح قنصليات بكل من مدينة الداخلة والعيون، قررنا نحن أعضاء المكتب المسير لجمعية النصر لتضامن ملاكي مكتاري وسائقي سيارة أجرة والنقل برئاسة السيد عبد الحق مومن تنظيم مسيرة تاريخية للتعبير عن مساندتنا اللامشروطة لموقف الدبلوماسية المغربية تحت السيادة سيادة ملكنا الهمام محمد السادس نصره الله. نحن كأعضاء ومنخرطين جمعية النصر للتضامن وملاكي ومكتري سيارات الأجرة نصطف وراء جلالة الملك محمد السادس نصره الله في جهود الرامية إلى استكمال الوحدة الترابية للمملكة، وخطوة الولايات المتحدة الأمريكية باعتراف مغربية الصحراء ستعزز موقف بلادنا بين الدول وتنهي جدل والمغالطات التي استمرت أزيد من 4 عقود. نتمن العمل البطولي الذي قامت به القوات المسلحة الملكية الباسلة بمعبر القرقرات جنوب المملكة، حيث قامت بتنظيف المعبر الحدودي من مخلفات المرتزقة بوليزاريو.